انا انفضحت يا امي، انفضحت بالحاره. ولي زهريه، بتعرفي ليش هداك الواطي عمل معك هيك؟ لا والله العظيم ما بعرف، لك انا ما بعرفه. لكن ليش هيك عمل؟ والله العظيم ما بعرفه، قسما بالله ما بعرفه. ولي طلعي فيني لشوف، اكيد ما بتعرفيه. والله العظيم ما بعرفه يا امي، لك هاد مبين مجنون ومخطائي. يا والله والله لا خلي اخوك وابوك يمسحوا فيه مزابل الحاره، والله الله لا يوفقه، لك الله لا يسامحه. حسبي الله ونعم الوكيل على المصيبه. لك والله العفو العذر بايدي. قلي شو بدك تعمل؟ بدي اعمل في اللي ما عمل يا بيه. تعال هون، تعال الزلمه هرب برات الحاره. والله لاجيبه من سابع ارض مشان الله قوم شوف هلا بيعملنا شي مصيبه. ونعم الوكيل. ولي زهرية، ولي شو عملت بالحارة؟ ولي الله ما يوفقك، فضحتينا فضحتينا، يا الله لا يوفقك. والله لشين عيونك يا ولا حاسس. ولا بعيد عن اختك. لك شلون ندرم الناس باللي صاير معكم وما بتخبرونا؟ اه شلون؟ طول بالك يا رجال، طول بالك، والله ما عرفت شلون سترت على البنت. قولنا اكيد الكركون رح يجوا ياخذوه يا بي. والله على جسدي ما رح خلي لا الكركون ولا غيره ياخذوه مني. طول بالك يا ابني، طول بالك، لا تعمل شيء تندم عليه. والله ما امسكه لعلق مشنقته بنص الحاره. لك خلصنا، خلي الكركون يمسكه ويحاسبوه. لك تعال هون، خلينا نفكر وين بدنا نلاقيه. لك شو وين بدنا نلاقيه يا بي؟ والله لو كان تحت سابع عرض لجيبه وعلق مشنقته بالحاره. حازم، حازم، ايه ما في من هذا الحكي يا مو، ما في من هذا الحكي. اهدى اهدى، هدي جلال، حكينا القصة بدون ما تلفي وتدوري. يا ابن الحلال، الظاهر في شيء بين جميل وزهرية. أعوذ بالله، لا أعوذ بالله على الحكي يا أبو. لك يا ابني خلينا نسمع القصة. يا ابن الحلال، يوم اللي كنا رايحين لعند بياع القماش وهجم عليها بده يقوم للغطا، يخرب بيته كان عم يزورها وحاقد عليها كأنه. شو عم تحكي يا أبو؟ شو هالحد؟ يا أبو ما في من هذا الحكي، عم قلك ما في من هذا الحكي. طيب كثير منيح، منروح انا وياك لبيت حماك ونحكي هالقصه قدام حماتك وخطيبتك، خليهم يسترجوا يكذبوني. ايوه، يعني قصدك تقولي انه في شيء بين جميل وزهريه؟ يا بي زهريه انا بعرفها شريفه ونظيفه، مستحيل يكون العلاقه مع هذا الواطي جميل. لك راس انت، ولك هذا الشيء بيثبت انه في شيء بيناتهم. مو صحيح يا بي. انت اللي بتعرف وينه لجميل، احكي احسن لك. عم قلكم ما بعرف وينه لجميل يا شباب. ما بيعرف وينه. كذاب هو بيعرف وينه. انت واحد كذاب. لا يا سيدي، هو اللي كذاب، هو اللي بيعرف وينه، هو اللي مخبيه. ولك ما بعرف وينه، الله وكيلكم ما بعرف وينه. هذا الحكي مو مزبوط بنوب سيدي. كذاب سيدي، انا متاكد انه هو بيعرف وين مخبي جميل بس ما بده يقلنا. لك احكي احسن لك، ها احكي. خلصنا انت وياه. امرك سيدي. بتعرف وين متخبي جميل؟ يا سيدي والله ما بعرف وين متخبي جميل، ولا بعرف ليش هيك سوا مع المستوره بنته لاب حازم، ولا بعرف شيء يا سيدي. كذاب، جميل ماله حدا وانت صاحبه الوحيد. انا مالي كذاب، وحلفت يمين اني ما بعرف وينه لجميل، شو بدك تساوي يعني؟ شو بتساوي انت يعني؟ بدي اشتكي عليكم عن سيدي. واذا اشتكيت عليهم رح تنحبس معهم انت يا سعيد. وليش يا سيدي؟ لانه عناصر الكراكون شافوكم عم تتخانقوا مع بعضكم. يا سيدي بدك تحبسني بالكراكون؟ لك انا كنت عم دافع عن حالي بس. اسمعوا انتوا الثلاثة، يا هلا بتطلعوا من هون يا اما ثلاثتكم بتحطوا بالحبس هون. شو قلتوا؟ موافق سيدي انا، بس بشرط بدنا نكتب تعهد انه ما عاد يقربوا علي مرة ثانية منو. شو؟ موافقين. موافقين سيدي، موافقين. يلا هلا بعد ما اكتب التعهد تبصموا عليه وتمشوا من هون. حاضر سيدي حاضر. نحن جايين نحكي كلمتين ونمشي. نسمع. لا تخلي جناني يطلع، احكي. يا بي انا ما بدي طلقها لزهريه، ما بدي طلقها. لك بنتي ما لها ذنب اللي صار، ومع هيك جايب ابنك ليطلقها. بده يطلقها، وكل شيء عم بيصير من ورا بنتك. اسمعني لك، اليوم فاتح الحبس من شانك، وبكره لا سمح الله بجوز ينقتل من شانك كمان. بنتي ما لها ذنب اللي عمله جميل المجنون. لو كان مجنون كان عمل هالشيء مع كل الناس، مو بس مع انتك.
شو قصدك ابو جلال؟ اللي فهمته لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذا الكف مشان تتعلم ما تكسر كلمة ابوك ولك. بس يا بي اسكت. ولك انت كيف تأمل على حالك تتجوز وحدة كل شباب الحارة شافوا وشها وشافوا شعراتها؟ كيف يا بي ما دخل لك حتى لو ما دخل ابنك؟ لك عم لك شافوا شعراتها شافوا وشها يعني لو يصيروا يحكوا عليها؟ هذا يقول لك لون شعر احمر وهذا لون شعر اصفر وهذا وشها حلو وهذا وشها مو حلو. يا بي مشان الله عاد تحكي عليها. عاد احكي. شفت كلمتين ما تحملته مني ولك كيف بدك تحمل كلام الناس؟ كيف؟ لك اقل كلمه بدنا نقوله في علاقه بينه وبين جميل. لك والله لا اذبحه لجميل والله. ايوه بطاي انت روح اذبحه مشان تنشلع انت وتروح زهرية تتجوز اللي بدها اياه. لك يا بي مو سيدي قل لي شو ساوي شو ساوي؟ لك طلقها طلقها وخلصنا من هالمشكلة بقى. ولك طلقها واسمع كلمة أبوك وأنا وحياة عينك لإلك وحدة أحلى منها. ما راح طلقها. قول لي عندك بسرعة. عمي أنا ما راح طلق لزهرية وأهلي هن. اسمع يا ابني هنن كلمتين بهي اللحظة بدك تطلقها لزهرية. بتقدم لي عريس وأنا ناوي أعطيه. صحيح هو كبير بالعمر بس عقله كبير وموزون مو كلمة بتاخده وكلمة بتجيبه. زهرية ما رح طلقها هذا آخر كلام عندي. خاطرك سعيد. انا بس بدي اسالك عن حدو شنو ما عم شوفه منوم. شلون يعني ما عم تشوفه؟ والله ما عم شوفه يا عمي ابو حدو صار لي شي 10 ايام ما شفته ولا شافني. هو له معي دينه ولازم ارجع له اياها. العمى وانا كل ما بساله وين رايح بيقول لي انا مع سعيد. والله شلشني. بجوز عم يسهر مع غيري يا عمي ابو حدو الله يهنيه بجاه النبي. شو الحال هي المصاري؟ كتر خيرك وخيره بس ودي له اياها عمي ابو حدو. السلام عليكم. وصيل الله معك. وين عم يروح هاد؟ شو علي؟ مساك جميل. هاي الأكل. يسلموا ايديك. ليك جميل صحيح أنا ساعدتك وجبت لك أكل بس هاد ما بيعني بنوب إني رضيان عالشي اللي ساويته. لا يا حدو حدو أنا رفيقك الروح الروح. لا تاخذني بالعبطة جميل. ايوه معلشي انت غلطت ولازم تتحمل نتيجة غلطك. هاي أكلاتك دبر حالك فيهم بس انا طالعني من الموضوع لانه مو ناقصني مشاكل بنوب بنوب. بس حدو مشان الله يا حدو. هذا جميل انت هون والحاره قايمه قاعده عليك ولا تعال هون هلا بورجيك حسابك بالبيت. عمي مشان الله مشان الله لا 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 يا عمي يا ابي لا يا ابي لا يا ابي يا ابي فهمني يا ابي بس شوي يا ابي خبرني جميل ويني وين متخبيه يا ابي؟ راح بحال سبيله خلص اعطوه للزلمة. يعني بتعرف وينه؟ ايه بعرف بس مستحيل اطلع خسيس وروح خبر عنه. لك عم احكي ولا احسن ما اخلص عليك. يا ابي جميل متخبي بالخرابة عند عمته الله يرحمها. ايوه هلا بتطلع قدامي على الكركون اقسم بالله العظيم اذا ما بتقلن وين لا تبرى منك. ما بدي ما رح اقول ما بدي وليش عملت هيك يا جميل؟ سيدي أنا كنت بدي أعطل جوازتها من جلال. أوف وليش بدك تعطل جوازتها من جلال بقى؟ لأنه سيدي المستورة لازم تكون مرتي لألي وهذا جلال هو جوازها. سيدي الله وكيلك أنا بحبها بحبها كتير يا سيدي. واللي بيحب الحلال بيروح بدق باب بيت العالم اللي طالبنا مو بيروح بيعمل عملتك هاي. بس يا سيدي هن إن كانوا ما رح يوافقوا لأني أنا فقير واندبوري وما معي أكل مثل ما لك شايف حالتي. مقامي ماله من مقامه. لك يا ابني أنت جربت تطلبها وولعتها؟ ظاهر واضح يا سيدي. لك يا ابني أنا ما بتهمني مصرياتك أنا بتهمني إخلاقك وإنك تدير بالك على البنت وما تظلمها.
عمي مشان الله جوزني اياها، الله وكيلك رح حط تاج على راسي. لك انت شو عم تحكي؟ جنيت؟ زهرية بتكون مرتي الي؟ جلال لا تجاوز حدودك، بعدين لسه في بيناتنا حساب ما خلص. بعدين انا خبرتك انه زهرية رح تنخطب بعد ما تطلق. عمي انا بعرف اني غلطت، وغلطي اني ما دافعت عن زهرية من الاول انه هي بريئة. والمطلوب عمي فكر فيها، انا ليش لروح جيب جميل واشحطه على الكركون ولا اثبت للعالم انه هي بريئة؟ انا ليش هيك لعمل؟ عمي انا بحبها لزهرية وما بدي طلقها، كرمال الله يا عمي ارضى بها. مشان الله يا عمي، مشان الله بوس ايدك، انا والله بحبها وبدي اياها.